تعالى نيجي للجزئية دي. What are offline files؟ زي ما اتفقت معاك الـ offline file settings هيخليك انت ككلاينت تقدر تكاش الـ network files locally على الماشين الخاصة بيك، اوكي؟ وانت offline تقدر تشتغل على النسخة دي، هتعمل اي update، تعمل synchronization مع النسخة اللي موجودة على الشبكة. الكلام ده كله بقى انا بسميه كاشينج. بسميه ايه؟ كاشينج. تعال نشوف هنا كده على السيرفر. لو تاخد بالك من حاجه هنا، البابليك مثلا، البابليك لما جينا هنا جبنا البروبرتيز بتاعته في الشيرنج، في الادفانسد شيرنج كان في حاجه اسمها كاشينج. كاشينج هي برده موجوده على فكره في الايه، موجوده هنا برده في الويزر ده، موجوده في الكونسول ده. لو جبت البروبرتيز هتلاقي في حاجه اسمها سيتنجز الاو كاشينج، الاو كاشينج، ماشي. التشيك بوكس ده لو مش محطوط حضرتك مش هتقدر تستخدم الكاشينج على هذا الشيرد فولدر، صح؟ حلو. طيب تعالى نضغط على كاشينج ونشوف ايه الاوبشنز المختلفه. هنا بمنتهى البساطه بيقول لك انت عايزني اكيش ايه؟ اكيش ايه؟ only the files and the programs that users specify are available offline. اللي اليوزر بس هيحدده هو اللي يبقى offline، هو اللي هاخد منه كوبي احطها عندي في الكاش، هو ده اللي هاخد منه كوبي عندي في الكاش، ماشي؟ طيب يعني دي معناها اللي اليوزر هيختاره هو بس اللي هيبقى available offline، ماشي؟ تعال نشوف الاوبشن الثاني. الاوبشن الثاني بيقول لك ايه؟ No files or programs from the shared folder are available offline. كده انا بديسيبه للكاش. يعني بيقول لك ولا فايلز ولا بروجرامز جوه الشيرد فولدر ده هيبقى افيلابل ليا اوفلاين. يبقى انا كده بديسيبه للكاش. حلو؟ طيب. All files and the programs that users open from the shared folder are automatically available offline. اللي اليوزر يفتحه، اللي اليوزر بس يفتحه وهو اونلاين يكايش عنده ياكسسه وهو اوف لاين. اللي اليوزر هيفتحه بس سواء كان فايل سواء كان بروجرام هو ده اللي هيبقى اوتوماتيكالي، هيبقى افيلابل اوف لاين، هو ده بس اللي هيكايش. واضح الكلام؟ حلو. اوبتمايز فور بيرفورمانس، الاوبشن ده هوت لو انا علمت عليه انا كده بكيش الدوت اي اكس اي فايل والدوت ديل فايل الاكسكيوتابل فايلز. واضح الكلام؟ هو الاوبشن ده ملوش اي قيمه لان ابتداء من الفيستا اصلا هو بيعمل اوتوماتيكالي كاشنج لاي اكسكيوتابل فايل اوفر ذا نتورك، حتى لو الكاشنج ما هوش انيبل. يعني لما اجي دلوقتي ارن بروجرام، بران بروجرام من عندي من الجهاز بتاعي انا من الكاش. واضح الكلام؟ خلي بالك ان ده الديفولت اوبشن. ليه الديفولت اوبشن؟ هو ليه الديفولت اوبشن هو ده؟ ليه؟ يعني ليه الديفولت اوبشن اللي هو only the files and the programs that users specify are available offline؟ قد يكون حجم الفولدر داخل الشبكه كبير قوي، فلو انا قلت له اوتوماتيكالي اعمل لي كاشنج ياخده كله، صح؟ فتخيل بقى، تخيل بنقول لك مثلا فولدر مئات الجيجا بايتس. معقول الكلام ده؟ لا، خلي اليوزر هو يختار هو عايز يكايش ايه. طيب هقول له اوكي، ابلاي اوكي، خلاص كده. طيب تعال نروح للراجل اللي اسمه احمد سرحان. دلوقتي عامل انيبل للكاشنج على مستوى البابليك، صح؟ صح؟ طيب بص
اسمها always available offline. عارف always available offline دي؟ عارف always available offline دي ما تظهرش لو الكاشينج disabled. دي معناها ايه؟ معناها دي معناها ان انا عايز الفولدر ده هوت يبقى ايه؟ ها؟ offline. يبقى كاشد عندي موجود في الكاشينج. واضح كلام ولا مش واضح؟ ماشي. طيب هل الكلام ده هوت انت ممكن تعمله على مستوى البابليك كله؟ ممكن تعمله على مستوى البابليك لان اصلا الكاشينج انيبلد على البابليك مش على الاي تي. معايا؟ حلو. طيب تخيل مثلا في فولدر مثلا هنا اسمه سيستمز كونفيج. ماشي. الفولدر ده جواه تكست فايل اسمه مثلا ميل سيتنجز مثلا. حلو كده. وانا عايز مش عايز اكايش الفولدر اللي اسمه اي تي كله. ممكن الفولدر اللي اسمه اي تي ده يكون فيه داتا كبيره، ممكن يبقى حجمه كبير. ممكن الفولدر اللي اسمه اي تي ده يكون حجمه كبير مش عايز اكايشه كله. امال ايه؟ انا عايز اكايش systems config بس always available offline. ايه اللي حصل؟ ها عمل حاجه اسمها sync، اختصار synchronization. يعني كلمه sync دي معناها ايه يا ريس؟ كلمه sync معناها ان انا اخدت كوبي من الفولدر ده حطيته عندي في الكاش. واضح الكلام؟ انا لسه ما اعرفش الكاش دي فين. واضح الكلام؟ حلو. طيب تعالى بقى نيجي هنا ال في ام سيتنجز ونعمل ديسكونكت لكارت الشبكه. تعالى نفتح الكنترول بانل، هتلاقي في حاجه اسمها سينك سنتر. سينك سنتر تعالى نخش جواها كده. ايه دي الاوف لاين فايلز؟ اهي الاوف لاين فايلز. تعالى نخش جواها كده. بص بيقول لي ايه؟ بيقول لي في فولدر اسمه بابليك موجود هنا والستاتس ديسكونكتد دلوقتي. ها طيب خش جواها كده. ده في فولدر اسمه اي تي. اي تي شايفه؟ خش جواها كده. ده في فولدر اسمه سيستمز كونفيج. طيب تعالى هنا في الملف اللي اسمه ميل سيتنجز تيست. انا كده بعدل في انهي نسخه؟ ها انا بعدل في النسخه اللي موجوده في الكاش صح؟ طيب تعالى هنا كده. كونكتد. ماشي. خلي بالك من حاجة، أنا لو جيت على السيرفر دلوقتي فتحت الملف ده ولا حاسس بأي حاجة لسه. ماشي. المفترض أعمل إيه بقى؟ المفترض أعمل سينكرونايزيشن. سينكرونايزيشن معناها إيه؟ أبديت بقى النسخة اللي موجودة عندي في الكاش بالنسخة اللي موجودة في النتورك. بص اهو تعالى نرجع هنا بقى كده اهو. بص شايف الستيتس ديسكونكتد اتغيرت. شايفها بقت ايه؟ لاست سينك اون كذا. ممكن تراك ليه كده وتقول له ايه؟ سينك اوف لاين فايلز اهو. قال لك سينك كومبليتد. سينك كومبليتد. تعالى بقى نرجع دلوقتي الملف هنا. في تيست ولا مفيش تيست؟ اتفهمت؟ طيب حتة بس عايز اقولها لك مهمة جدا جدا. احنا دلوقتي حضرتك لو احنا رجعنا هنا على الجهاز ده وقلنا له في ام سيتنجز ورجعنا عملنا ديسكونكت لكارت الشبكة، ركز معايا في الحتة دي. ريفرش.
disconnected. ال status disconnected دلوقتي. حلو؟ طيب تعال نخش يا معلم نعدل في الملف ده. test again save. حلو؟ تخيل ان هو في نفس الوقت اللي انت بتعدل فيه في الكاشنج زميلك في التيم عدل في نفس الملف وهو اونلاين. يعني بص هنا دلوقتي مفيش تيست اجين لان الراجل معدل في الكاش. حلو؟ جيت انا يا ريس هنا رحت جاي مدلت كلمه تيست دي. فاذا الملف اللي اسمه ميل سيتنجز اتعدل مرتين، مره في الكاش عند صاحبنا اللي هناك ومره اونلاين. لما اجي اسينكرونايز انا بقى بعد ما ارجع مشكله الملف اتعدل مرتين. طيب مين اللي هي اوفر رايد؟ مين اللي موجوده في الكاش تو اوفر رايد النسخه اللي موجوده في النتورك، ولا النسخه اللي موجوده في النتورك تو اوفر رايد النسخه اللي موجوده عندي في الكاش، ولا احتفظ بالنسختين؟ يعني هي دي الثلاث احتمالات اللي عندي. مفهوم؟ في حاله حدوث كونفليكت. كونفليكت يعني ايه؟ حصل ابديت في الملف في نفس الوقت، مره في الكاش ومره في الايه؟ ومره على السيرفر الرئيسي. اثناء السنكرونايزيشن ده انا بسميه كونفليكت، هيحس ان الملف اتغير، النسخه اللي اتغيرت، النسخه اللي موجوده في الكاش اتغيرت عن النسخه اللي موجوده ايه؟ او النسخه اللي موجوده في الشبكه اتغيرت عن النسخه اللي موجوده في الكاش، فده بيسموه سينك كونفليكت. واضح الكلام؟ فيبدا يخيرك ما بين الثلاث اختيارات دول. ماشي؟ طيب تعالى نرجع. فمين انا عايز اقول ايه؟ تعالى في السيتنجز هنا. اتاكد ان الشبكه رجعت بس. تمام. ادخل في السينك سنتر. خلاص بص ايه اللي حصل؟ بص بيقول لك ايه؟ one conflict. لما جه يعمل synchronization قال لك في one conflict. لو عايز تتفرج عليها برضو هنا اهو view sync conflicts. اهي. بص بيقول لك الملف اللي اسمه mail settings a file was changed on this computer and the server while this computer was offline. طيب لما تيجي الدبل كليك على الكونفليكت بقى يطلع لك الثلاث اختيارات. keep this version اللي هي on this computer اللي هي اللي تاوفررايد، ولا keep this version اللي هي موجوده فين؟ موجوده على السيرفر، ولا keep both versions واعمل لك رينيم للنسخه بتاعتك احط لك بين قوسين اسمك وانت تقارن. واضح الكلام؟ اقول له ايه؟ مثلا خلي اللي موجوده هناك على السيرفر. خلاص الكونفليكت اختفى. لما ترجع هنا بقى دلوقتي يا ريس، لما ترجع هنا بقى دلوقتي على السيرفر تفتح ده، النسخه اللي موجوده على الشبكه هي اللي موجوده، النسخه اللي موجوده على الشبكه هي اللي عملت اوفر رايت. اتفهمت؟ طيب عايزين نشوف دلوقتي بقى. انا عمال دلوقتي بكيش عندي على الجهاز بتاعي، انا هناك هنا عند الكلاينت عمال بكيش عندي. انا عايز اشوف بكيش فين وحجم المساحه المخصصه والمساحه المخصصه للكاشنج قد ايه. ولما اجي اسينك لو تاخد بالك من حاجه، انا كل ما اروح اوف لاين وارجع اون لاين بروح اسينك اوتوماتيكالي من غير ما رايت كليك واقول له سينك دلوقتي. ها معايا؟ انا بس عملت رايت كليك وقلت له سينك دلوقتي عشان اوريها لك. يعني انا جيت هنا دلوقتي وعملت رايت كليك وقلت له سينك عشان اوريها لك. انما انت لو عملت ديسكونكت ورجعت عملت كونكت اوتوماتيكالي هيسينك. طيب فين الشغل ده؟ الشغل ده متظبط فين؟ متظبط فين الشغل ده؟ شايف هنا في حاجه اسمها مانج اوف لاين فايلز. مانج اوف لاين فايلز شايفها؟ شايفها؟ طيب تعالى نخش جواها كده. بص بيقول لك ايه؟ اولا نديسيبل خاصيه الاوف لاين فايلز. مش ديسيبل الكاشنج، انا بتكلم على الجهاز ده نفسه. يعني ممكن يبقى الكاشنج انيبل انما الجهاز ده بالذات ما يعرفش يستخدم الايه،
ما اعرفش هيستفيد بهذه الفيتشر لان الاوف لاين فايلز ديسيبلد هنا. واضح الكلام ولا ايه؟ واضح؟ حلو. لا يا عم احنا عايزينه انيبل، مفيش مشكله خالص. طيب اوبن سينك سنتر يروح فاتح لك ده اللي انت شايفه ده معايا. view your offline files. مش هي دي؟ حلو. طيب disk usage، افتكر disk usage دي فيها ايه؟ disk usage دي المساحة المخصصة للكاشنج قد ايه؟ بص this is how much disk space is currently used and available for a for storing offline files on this computer. ها بص واخد قد ايه؟ 12 جيجا. 12 جيجا اللي هي كام؟ 20.4% من مساحه الديسك. لو عايز تغيرها اقول له تشينج ليميتس، بس هيقول لي انت مين؟ اقول له انا الادمنستريتور اللي الباسورد بتاعتي باسورد كانت 10% ايام الاكس بي لو تفتكروا. ها ماشي. طب انكريبشن هنا معناها ايه؟ انكريبشن معناها ان انت لو عايز تخلي الاوفلاين فايلز انكريبتد مشفره يعني معايا، هتقول له انكريبت. طيب نتورك هنا معناها ايه؟ ها بيقول لك في حاله ان في نتورك والنتورك دي حسيت ان هي بطيئه معايا، يعني حسيت ان انت دلوقتي شغال اوفر سلو كونكشن، اشتغل من الكاش، اعتبر نفسك ديسكونكتد واشتغل من الكاش. فاهمينها دي؟ حلو. هقول له اوكي. البارتنر شيب بتاعي هو الشيرد فولدر اللي معمول له كاشنج هناك على الشير كونفليكت. لو حصل تعديل في الملف هنا وهنا لما اجي اسينك ده بالنسبه لي كونفليكت. عايز تتفرج على الريزلتس الخاصه بالسنكرونايزيشن بيقول لك والله يعني ستارتد وكومبليتد اليوم الفلاني في الوقت الفلاني معايا. لو عايز تضيف نيو سينك بارتنرشيبس مفترض تضيفه من هنا، مانج اوف لاين فايلز زي ما انت شايف اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. خلاص كده فهمت؟ فيها اي مشكله؟ فيها مشكله بالنسبه لك؟ اهي بيقول لك offline file settings allow a client computer to cache network files locally for offline use when they are disconnected from the network. وزي ما انت شايف طبعا في حاجه اسمها enable branch cache، دي موالها طويل ولسه هناخدها مع بعض قدام شويه. لو جيت وقفت على البارتنرشيبس بتاعك هتلاقي في حاجه اسمها schedule. schedule دي معناها ايه؟ اسينك امتى؟ انا ممكن اقول له سينك دلوقتي او start async manual، وممكن اقول له سكادول. سكادول يعني ايه؟ في اوقات محدده انا هحددها لك معايا. طيب اسينك مع مين السكادول ده؟ ريليتد باني بارتنرشيب؟ ده هو بابليك، ده ما عنديش غيره. نيكست اللي بعديها، تحب ان انا اسينك امتى؟ ات سكادول تايم في وقت محدد، ولا وين ان ايفنت اوكيرز، ولا لما يحصل حاجه معينه؟ تعال نشوف هنا. لو قلت له ات سكادول تايم المفترض ان هو يقول لي ايه؟ قول لي امتى؟ في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه. طب وتحب ان انا اريبيت افري، يعني اكرر الموضوع ده هوت كل قد ايه؟ كل يوم. في هنا مثلا مور اوبشنز، تعال نشوف مور اوبشنز دي عباره عن ايه. اديشنال سكادولينج اوبشنز ستارت سينك اونلي اف، يعني انا بحط كونديشن دلوقتي للسينك عشان يشتغل. ذا كمبيوتر از أوك يعني ايه؟ يعني مش في الستاند باي او هايبرنيتد. The computer has been idle for at least مش عارف ايه كم مينت. The computer is running on external power. Conditions. ها. Stop sync if، يعني ما تعملش sync لو. The computer wakes up from being idle. كان idle وبعد كده عمل wake up. The computer is no longer running on external power. ما هوش شغال على external power، على UPS مثلا.
واضح الكلام؟ حلو. كل الكلام دوت انت ممكن تظبطه من هنا، ماشي؟ طيب كلام جميل قوي. نيكست اللي بعديها خلاص هتدي له نيم وبعدين تقول له سيف الاسكادول. حلو. لو انت دخلت هنا في الاسكادول وبدل ما تختار ات اسكادول ذا تايم اخترت وين ان ايفنت اوكيرز، دي معناها ايه؟ ها بالله عليك بص، لما اعمل لوجن ماي كمبيوتر از ايدل فور 15 مينتس، يعني لو حسيت ان الكمبيوتر بتاعي بقى ايدل لمده 15 دقيقه يعني ما حدش بيعمل اي حاجه عليه، اعمل سينكرونايزيشن. اي لوك ويندوز، اول ما اقول لك مثلا ويندوز ال عملت لوك، ها اي ان لوك ويندوز، لو انا رجعت من الان لوك طب مور اوبشنز، نفس القصه بالظبط، نفس الاوبشنز اللي قلت لك عليها من شويه معايا. يعني يمكن انك انت تكستمايز عمليه السينكرونايزيشن تتم امتى، مش لازم اراي كليك واقول له سينك ناو، مش لازم اراي كليك واقول له سينك مانوالي، مش لازم، انا ممكن اظبط سكادول. اتفهمت كده ولا ما اتفهمتش؟ ماشي. طيب